السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور بلال عبد الغني ومدرسكم لوساق في اس 342. في محاضرة اليوم إن شاء الله حنبلش شابتر 2 اللي بيحكي عن الفاينات أوتوميتا. شو هي الفاينات أوتوميتا؟ الفاينات أوتوميتا هي أبسط ماشين بإمكانها تساوي ريكوجنيشن لبتر. لاحظوا التعريف هنا، فاينات أوتوميتا is the simplest machine to recognize بتر. شو مبدأ عملها؟ طلع شكل التوضيح هذا، بكون عندي discrete inputs input discrete متقطعة ولازم تكون finite منتهية مش مالها نهائية، بساوي عليها عملية processing من خلال شغلة اسمها automata. حنشوفها حنقراها حندرسها في الوحدة هاي، بعدين بطلع عندي مجموعة من الاوتبوت، الاوتبوت هاي برضو كمان discrete. تمام، مش شرط طبعا يكون عندنا input ويطلع عندي ايش in output، هاي مش شرط. اوكي مش شرط، هذا بوافق مبدأ عمل الحاسوب. طلعوا تعريف اخر لايش لفاينات اوتوميتا، هون معروفك شغله اسمها فاينات ستيت ماشين. نفس الشيء فاينات ستيت ماشين هي عباره عن نموذج رياضي لنظام فيه ديسكريت انبوت وفيه ديسكريت اوتبوت، يعتمد على مبدا عمل الحاسوب. عندي ديسكريت انبوت بسوي عليها عمليه بروسيس بيطلع عندي ايش ديسكريت اوتبوت. طيب انا بدون ما يكون عندي فاينات اوتوميتا ما بقدر ايش اصمم لغات برمجه، ما بقدر اصمم كومبايلرز، ما بقدر اصمم انتربريتر. بدون ما افهم فاينات اوتوميتا ما بقدر ايش اسوي ناتشرال لانجويج بروسيسنج، معالجه للغات الطبيعيه زي اللغه العربيه واللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، ما بقدر اسوي لها معالجه ولا اتعامل بالكمبيوتر ايش معها. اوكي، بدون ما يكون عندي فاينات اوتوميتا ما بقدر اساوي ريكوجنيشن لكلمه انها بتنتمي لغه ولا لا. يعني لو اقول لك هسه دبليو اي هل تنتمي للغه الانجليزيه؟ بتقول لي اه، عندك معرفه انت بحرف اللغه الانجليزيه. لو اقول لك الوي نفسها دبليو اي هل تنتمي للغه العربيه؟ بتقول لي لا. بتقول لي لا لانك تعرف ايش هي احرف اللغه العربيه. الفاينات اوتوميتا بتمكنني اني اساوي اكسبت او ريجكت لسترينج او اكسبت او ريجكت لايش؟ لبتر معين. خلينا اشوف اوريك هالكودات. هذا كود بالبايثون، ما بيهمني تكون تعرف بايثون، بس اذا جيت قلت لك هسه انه الاف والالس اف والالس والبرنت كلمات محجوزه، كيف انا بدي افهم الكومبايلر انه هاي كلمات محجوزه؟ كيف بدي افهم الكومبايلر انه الاف بيجي بعديها الس اف بيجي بعديها الس؟ ليش بحط الالس قبل الاف مثلا؟ ليش الالس اف مش قبل الاف مثلا؟ كيف بعرف الكومبايلر انه الاي والبي فاليد ايدنتيفاير؟ كيف بعرف الشغله هاي عمركم فكرتوا فيها؟ الامور مش بالبساطه اللي بتصوروها، انا مجرد ايش انا مخزن الكلمات المحجوزه عندي وبتعرف عليها الكومبايلر بالطريقه هاي. انت بدك تعرف انه برنامجك هذا اللي بيكون موجود هون الكومبايلر او الانتربريتر بتعامل معاه ايش كسترنج، ويسوي له بروسينج كسترنج، بصير يقطعه لمقاطع مفهومه وبتاكد انه المقاطع المفهومه هاي ايش لها معنى. تمام، يعني هسه لو كنت جاي كاتب لي هون انت ايش اف بي ملزقه، طلعوا البي ملزقه بالاف مباشره اكبر من ايه. طب الكومبايلر لما اسوي ريكوجنيشن لهاي اف بي بيعرف انه ايش؟ بيعرف انه هاي مش اف ستيتمنت، فيها خطا، فيها بي زياده. تمام، فيها ايش؟ فيها بي زياده. اوكي، كيف الكومبايلر بيعرف الشغله هاي بيساوي اكسبت وريجكت؟ بدك تفهم الاوتوميتا عشان تفهم لغات البرمجه. تمام، لاحظوا كمان شغله اخرى مهمه بالاوتوميتا، لاحظوا كيف البرنامج ينتقل من ستيت لستيت او احتمال يكون ايش بستيت واحده من ثلاثه. لاحظوا بناء على قيم الاي والبي، يا بطبع ايش الجمله الاولى، يا بطبع الجمله الثانيه، يا بطبع الجمله الثالثه. اذا البي اكبر من الاي بطبع الجمله الاولى، الاي بتساوي البي بطبع الجمله الثانيه، إذا ولا واحد من الخيارات بطبع الجملة الثالثة. طيب شو اللي بفهم الكومبايلر هذا؟ شو الأوتوميتا اللي شغالة على الشغلة هاي؟ طب لما يكون عندي فور لوب بأي لغة برمجة، هنا فور لوب لغة ايش؟ البايثون. شو اللي بفهم الكومبايلر إنه الفور لوب هذا بده يمشي على العناصر هاي وحدة وحدة؟ شو اللي بفهم الكومبايلر إنه بصير ريبيتيشن؟ كيف؟ شو اللي عرف الكومبايلر إنه ايش الجملتين اللي لجوا من الفور لوب تبعات إله؟ وان الجمله هاي البرنت دان مثلا على نفس المستوى مع الفور لوب، اذا مش تابع للفور لوب، منفصل عنه. هاي الاسئله والامور هاي ايش نجاوبها، حنعرف اساسيات مهمه لتصميم الكومبايلر والناتشرال لانجويج بروسينج، حتمكننا
ايش من فهم وخوض غمار كورسات متقدمه مبنيه على ايش سي اس 342. نرجع لسلايداتنا. هسه في عندنا شغله اسمها فاينات ستيت ماشين ماثيماتيكال موديل، اوكي، بفهم الفاينات اوتوميتا. فاينات ستيت ماشين عباره عن ماثيماتيكال موديل لنظام، هذا النظام شو ماله؟ له ديسكريت انبوت واوتبوت، بدي اعلم عليها بالقلم. الفاينات اوتوميتا عباره عن ايش؟ فاينات ستيت ماشين، اوكي، عباره عن ماثيماتيكال موديل لايش؟ لسيستم. شو ماله السيستم هذا؟ له ديسكريت انبوتس وله ديسكريت ايش؟ اوتبوتس، اوكي. هذا بناء على مبدا عمل الحاسوب، الحاسوب بتلقى ايش؟ ديسكريت انبوت، بسوي عليه ايش؟ برس، وبيطلع عندي ايش؟ ديسكريت اوتبوت. هي الفكره الاساسيه لعمل الحاسوب. ابسط موديل مكاني من تصميم اول كمبيوتر سنه 1936 اللي هو ايش؟ الفاينات ستيت ماشين. سنه 1936 اول كمبيوتر بدأت تصممه انا بناء على مبادئ الفاينات ستيت ايش ماشين، وبناء على شغله متقدمه اكثر من هيك اسمها التيورينج ايش ماشين. اوكي؟ طبعا هاي مقدمه عشان احطك بالجو، هاي مقدمه عشان ايش؟ احطك بالجو، اوكي؟ عشان تعرف شو الفائده من الفاينات اوتوميتا. اوكي؟ نروح على سلايد 4 هسه. بدنا نبدا. شو الفاينات اوتوميتا؟ من هسه بدنا ايش نركز؟ هاي الامور بتهمني. الفاينات اوتوميتا شو مكوناتها؟ طب الماثيماتيكال موديل هذا ستيت ماشين، ستيت ماشين شو هي؟ بكون فيها فاينات ست اوف ستيت، مجموعه من الحالات. بكون ايش؟ وحده من الحالات شو مالها؟ ستارت ستيت، اوكي؟ وبكون عندي فاينل ستيت او مجموعه من الفاينل ستيت، اوكي؟ بكون عندي ايش؟ مجموعه من الستيت. هاي الستيت بامكاني انتقل من حاله لحاله ضمن اهل الستيت من خلال شغله اسمها ترانزيشن. اذا بالتالي غير الفاينات ست اوف ستيت عندي ايش؟ ست اوف ترانزيشن. لاحظوا انا بقول لك فاينات ست اوف ستيت، يعني مجموعه الستيت ايش مالها؟ منتهيه، معدوده، لما لا نهائيه، بامكاني اسيطر عليها، اوكي؟ لما اجي اقول لك هون ست اوف ترانزيشن يعني بامكاني اتنقل من حاله الى حاله، من ستيت لستيت ضمن الفاينات اوتوميتا. هاي الامور حنفهمها ايش؟ شوي شوي ان شاء الله. لما نيجي نعرف فاينات اوتوميتا، هذا نوع من انواع البرمجه بقول لك. اوكي؟ نوع من انواع البرمجه. لما تعرف فاينات اوتوميتا بدك ايش؟ بدك تساوي انكلود لايش؟ للبوسيبل اكشن والاكسبتنج كونديشن عندك. هذا اللي احنا حنسويه ان شاء الله بارتشلي بشكل جزئي المحاضره هاي وخلال المحاضرات الجاي ان شاء الله. اوكي؟ بقول لك انتبه على شغله. بقول لك الاستراكشر تاع البروجرام بالبايثون بالسي بلس بلس بالجافا، بالجافا عباره عن ايش؟ عباره عن ستيتس. زي الاف ستيتمنت احتمال ايش؟ بناء على الشرط اكون ايش؟ باكثر من حاله. ابسط اف ستيتمنت فيها جواب ترو او فولس. اذا ترو بساوي شغله معينه بكون بحاله، اذا فولس بروح على حاله اخرى. تمام؟ دائما لما نصمم برنامج او نصمم فاينات اوتوميتا ونحولها فيما بعد لبرنامج ننتبه شو هي الانيشال ستيت وشو هم الفاينل ستيت. انتبه انه الترانزيشن اللي بدك تكتبها بالبرنامج بتشكل لك ايش؟ بتشكل لك البرنامج كل. لاحظ هنا هون لما قلت لك انا ترانزيشن لترانزيشن، اوكي، بتبين لك انت باي حاله وشو الانبوت اللي خلاك تنتقل لحاله ثانيه. هذا اللي حنركز عليه ان شاء الله. هسه التعريف اللي بدنا نبلش فيه مركز فيه، بقول لك الديترمينستيك فاينات اوتوميتا. ديترمينستيك فاينات اوتوميتا احد انواع الاوتوميتا، هذا اول نوع بدنا ناخذه. بقول لك ديترمينستيك فاينات اوتوميتا اسمها ام، تتكون من ايش؟ من مجموعه من الحالات كيو. هاي الحالات ايش ميزتها؟ فاينايت. فاينايت يعني انها منتهيه. تمام؟ ننتبه على النقطه هاي. من ايش بتتكون يا شباب كمان؟ تتكون من ايش؟ من ابجديه. اوكي؟ مجموعه منتهيه من ايش؟ من ايش؟ من السيمبل. انتبه على النقطه هاي. هاي نقراها سيجما.
بكون عندي فرض برضو ايش ديتا سمول اللي هي ترانزيشن فانكشن. مش قلنا لك قبل شوي لو رجعنا لورا مش قلنا لك الترانزيشن بشكل البروجرام؟ الترانزيشن مهم كثير، بتورينا انا عبر الستيت الموجود فيها اذا ايش زوجتهم مع ايش مع مجموعه من ايش من السيمبلز. سيمبلز موجوده وين؟ في الابجديه. لاي حاله بنتقل؟ لاحظوا هسه حيصير الموتور تاعي ايش؟ الموتور تاعي او المحرك تاعي ايش هو؟ احرف الابجديه. انا بكون بحاله بناء على ايش؟ على احرف ضمن هالابجديه او رموز ضمن هالابجديه بنتقل لحالات ثانيه. تمام؟ بدنا ننتبه دائما انه الفاينات اوتوميتا ايش فيها؟ فيها ستارت ستيت وفاينل ستيت. هسه الديترمينستيك فاينات اوتوميتا فيها ايش؟ فيها انيشال ستيت وفيها ايش؟ ها فاينل اور اكسبتنج ستيت. طلع شو جاي لك هنا؟ انه الستارت ستيت جزء من ايش؟ جزء من مجموعه الحالات. ستارت ستيت ما جبتهاش من برا، ستارت ستيت جزء من الحالات. طيب الفاينل ستيت ها بقول لك ايش؟ بجوز كل الستيتس تكون عندي ايش؟ فاينل ستيت او جزء منها فاينل ستيت. هذا المعنى ايش؟ هذا ايش معنى الرمز هذا؟ محتوى او كله. يعني الفاينل ستيت كلها بتكون ايش؟ كل ستيت بتكون فاينل ستيت او جزء من الستيت بكون فاينل ستيت. تمام؟ ف الستيتس او الفاينل ستيت جزء من ايش؟ الفاينل ستيت، سواء كانت كل ايش الستيت فاينل ستيت او جزء منها فاينل ستيت. اوكي؟ هذا الحكي حنبلشه هسه من خلال المثال هذا. حاول اشرح لك اياه من خلال شغله اسمها ستيت ماشين دايجرام. صح حناخذها اخرى كم من سلايد بس انا حابب اشرحها من الان. هسه بقول لك عندي ايش؟ دي اف اي اسمه امن. هذا الامن فيه كم من حاله؟ فيه حالتين كيو 0 كيو 1. شايف الحاله اللي معلم لك عليها بلون بني؟ هاي الستارت ستيت. ها شو مالها؟ هاي الستارت ستيت. تمام؟ هسه بقول لك السيجما الابجديه تاعتي اي بي. يعني انا بدي انتقل بين الكيو 0 والكيو 1 بناء على ايش؟ على حرفين بالابجديه او رمزين في الابجديه اللي هم اي وبي. بقول لك الفاينل ستيت ايش هي؟ كيو 1. بقول لك عندك ترانزيشن فانكشن، كم ترانزيشن ايش؟ فانكشن عندي؟ عندي 1 2 3 4. لو بدنا نرسمها كشكل، شكل اسمه ستيت ماشين دايجرام. طلعوا، نيجي بنحكي انا عندي حالتين كيو 0، كيو 0 كونه انا معلم لك اياها بالطريقه هاي، هاي بتكون ايش الكيو 0؟ الكيو 0 بتكون عندك انيشال ستيت. نكتبها جوا دائره بنحط عندها سهم. زي ما انتم شايفين. تمام؟ عندي حالة ثانية اسمها كيو 1. عندنا حالة ثانية ايش اسمها؟ كيو 1. تمام؟ خليني أحاول أوضحها أكثر من هيك مش واضحة هاي. عندي كيو 1. هسه الكيو 1 ها شو مالها فاينل ستيت؟ كونها فاينل ستيت بنحط ايش؟ دبل سيركل حواليها اساس نميزها عن اي ستيت بتكون موجوده عندي. يعني هون عندي دبل سيركل. تمام؟ هسه انا سيطرت على الوضع، عرفت انه عندي فاينل ستيت وحده وعرفت انه عندي ستارت ستيت، هاي اسمها كيو 0 وهي اسمها كيو 1. من الترانزيشن بعرف انا احرف الابجديه وين بتوديني، وين بتنقلني من حاله الى حاله. بقول لك دلتا سمول كيو 0 A. إذا أنا كنت بكيو 0 وأجاني A وين بروح؟ على كيو 1. فبنرسم سهم، طبعا هذا السهم لازم يكون برأس زي هيك، بنكتب عنده ايش؟ A. أنا إذا بكيو 0 أجاني A بروح على كيو 1. تمام؟ أنا بكيو 0 أجاني B بلف حوالين نفسي، ما بروحش على أي حالة بس بلف حوالين نفسي. إذا أنا بكيو 0 أجاني B بلف حوالين نفسي. تمام؟ يعني رجعت على كيو 0. يعني بلف حوالين كيو 0. اوكي انا بكيو 1 واجاني ايه بروح على كيو 1 يعني دوران على كيو 1 لما يجيني ايش لما يجيني الاي انا بكيو 1 واجاني بي لوين بروح لكيو 0 انا بكيو 1 واجاني البي بروح لكيو 0 تمام فبناء على الشكل هذا انا عرفت ايش الستيت ماشين دايجرام او بناء على الستيت ماشين دايجرام انا عرفت شو اللي بصير
من خلال graphical notation. من خلال ايش؟ graphical ايش notation. اوكي هاي اول شغله بتهمني انك تعرف انه هاي ايش، هاي مجموعه من الستيتس، عندنا تو ستيتس، هاي الـ Q0 هاي ميزها انا، هاي الستارت ستيت. الـ Q1 عرفت انها فاينل ستيت لانها ايش موجود بالست تحت الفاينل. احرف الابجديه عرفتها من هون. كيف بنتقل من حاله لحاله، حاله لحاله، عرفتها من خلال شغله اسمها ترانزيشن ايش، ترانزيشن فانكشن. هاي الترانزيشن فانكشن الى اسم اخر، اوكي ترانزيشن تيبل. اذا رسمتها بتابلر فورم بشكل جدولي بتكون ترانزيشن تيبل. خلينا نوريكم اياها. انا عندي حالتين Q0 وعندي حاله ثانيه اسمها Q1. تمام، عندي هون A وعندي هون ايش B. طلع هاي احرف الابجديه وهي الحالات الممكن عندي. طلعوا، خلينا نطلعها من ايش، من رسمي هاي. نتسلى نتسلى على حد. انا بQ0 اجاني A، لوين بروح؟ بروح على Q1. تمام، انا بQ0 اجاني B، وين بروح؟ بلف، يعني بروح على ايش، على Q0 دوران ده. انا بQ1 واجاني A، بلف على Q1. انا بQ1 واجاني B، ها وين بروح؟ على Q0. هذا الشكل ليش انا سميته صحيح ديترمينستيك فاينات اوتوميتا؟ هذا الشكل سميناه ديترمينستيك فاينات اوتوميتا. لاحظ احرف الابجديه عندي A B، لQ0 تتحرك على A لQ1، تتحرك على B لQ0، يعني في تو ترانزيشن على A وعلى B. ها طب احط عندها ايش؟ تك. ها هاي حطينا عندها تك وهي حطينا عندها تك، يعني الكيو 0 تتحرك على الاي والبي. تمام، الكيو 1 برضه بتتحرك على ايش، على الاي وعلى البي. على الاي بتروح لك على كيو 1 وايش، على البي بتروح لك على كيو 0. سميناها ديترمينستيك لانه في وجهه واحده للحركه. لاحظوا هنا كيو 0 على الاي بتروح على كيو 1، مش بتلف مثلا حوالين نفسها وبتروح لك على ايش، على كيو 1. نفس الشيء الكيو 0 على البي بتلف حوالين نفسها، ما بتروح لك على كيو 1 كمان. كونه اي سيمبل على الحالات هاي بيوديني على حاله واحده ايدنتيكال، اوكي بسمي الشكل هذا ايش، بسمي الشكل هذا ايش، ديترمينستيك فاينات اوتوميتا، او المعادله ديترمينستيك فاينات اوتوميتا. متى ما بسميها ديترمينستيك فاينات اوتوميتا حناخذ لقدام، بس خليني اذكر لكم حاله من هالحالات. لو جينا هون عند البي هون، يعني قلت لك كيو 0 على البي، كيو 0 على البي ما بوديني على شيء. يعني بشكل اخر هذا الترانزيشن كيو 0 على البي لغير سكيه، يعني من الرسمه كيو 0 على البي بطلت توديني على كيو 0. هي محيتها، طلعوا بطلت هاي ايش، ديترمينستيك اوتوميتا. هاي احد الامور اللي ما بتخلي الشكل عندي ايش، ديترمينستيك فاينات اوتوميتا، انه على البي ما في ترانزيشن عند الكيو 0. ما دام ايش، حاله من الحالات ما كان لها ترانزيشن واضح، ما كان لها ترانزيشن واضح على احد احرف الابجديه بسمي هاي نان ديترمينستيك. طبعا حنوصل للقدام، بس حبيت انوه عليه. تمام، طب في شغله ثانيه بامكانها تساوي ايش نان ديترمينستيك، حناخذها لقدام نحكي عنها لوقتها. ايش الشغله الثانيه؟ بديش اخربطكم، انه مثلا كيو 0، كيو 0 تلف حوالين نفسها على البي وتروح على ايش، على ايش، على الكيو 1، ساعتها بنسميها ايش؟ نان ديترمينستيك. لوقتها خير ان شاء الله، بنعيدها ان شاء الله لوقتها. هذا ديترمينستيك فاينات اوتوميتا، طلع الملاحظات المهمه عليها. بقول لك الديترمينستيك فاينات اوتوميتا كان بيكونسيدر تو بي لانجوج اكسبتو، يعني انا بقبل ايش؟ بقبل اللغه من خلال ايش؟ ديترمينستيك فاينات اوتوميتا. برسم ديترمينستيك فاينات اوتوميتا لغه بناء عليها بسيط، اقبل ايش؟ سترينجز او ما اقبلها. على سبيل المثال ريزيرفد وورد اللي بلغات البرمجه، على سبيل المثال الكلمات ايش اللي بلغات باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه اللي بامكاني اكونها من احرفها، كيف بدي اقبلها او ما اقبلها؟ هاي فكره الدي اف اي، احد افكار الدي اف اي. طيب بقول لك ذا لانجوج اوف ام، اللانجوج تاعت الايش؟ الدي اف اي بنسميها ال اوف ام،
هاي عبارة عن إيش؟ The set of string إيش sigma star accepted by M. كل البوسبل إيش؟ كل البوسبل combination لإيش؟ للسترينج اللي بقبلها M. هاي إحنا فهمها شوي شوي. بقول لك DFA اللي اسمه M reads input from left to right. يعني إحنا هسا بنقرأ الانبوت اللي بدنا نسوي لها accepting. Accepting أو rejecting على DFA من اليسار لليمين. هسا بنشوفها. بقول لك the next state depends on the current state and unread ايش process symbol. بقول لك هسه الترانزيشن بيعتمد على ايش؟ على السترنج اللي انا بدي اعطيك اياه. طب عشان نفهم هاي شوف لي هالمثال يا صديقي. هذا المثال بدي احلل لك اياه حكي بعدين بدي احلل لك اياه من خلال رسمه. بقول لك انا يا صديق انا معطيك ديترمينستيك فاينات اوتوميتا اسمها ام. بقول لك الابجديه تعيتها AB كيف عرفت انها ابجدية؟ بقول لك accept the set of string over AB. over AB يعني ايش؟ سيجما عندنا ايش هي؟ AB. بقول لك that contain the substring BB. تمام؟ هي بنيجي عليها لقدام. بقول لك هاي DFA اوكي تقبل السترينج اللي من AB اللي ايش؟ اللي فيها substring BB. اذا ما فيهاش substring BB ما بتقبلها. تمام؟ لازم يكون فيها BB. احنا ما بدنا ندقر عليها هاي، بدنا ناخذ المتك الموديل تاع دي اف اي هذا ونحاول نفهمه. نيجي بنطلع عليه. هاي حنشرحها بعدين. الانيشال ستيت كيو 0. كم من ستيت عندي؟ 1 2 3. طب شو هي الفاينل ستيت؟ كيو 2. شو احرف الابجديه؟ اي بي. هسه الترانزيشن فانكشن هي كم من ترانزيشن فانكشن عندي؟ عندي 6 ايش؟ 6 فانكشن. تمام عندي 6 فانكشن كتابيلر فورم نقدر نرسمها تقدر بكل بساطه عندي q0 عندي q1 عندي q2 هاي خليني اوضح ال0 اذا عندنا q0 عندنا كيو 1 وعندنا كيو 2 شو احرف الابجديه عندي؟ A و B. هسه كيو 0 على A لوين بوديني؟ بوديني على كيو 0. كيو 0 على B وين بوديني؟ بوديني على كيو 1. تمام؟ كيو 1 على A لوين بوديني؟ بوديني على كيو 0. كيو 1 على البي لوين بوديني؟ بوديني على كيو 2 خليني اوضحها هاي بوديني على كيو 2 مش راضي توضح بنعيدها كيو اثنين طيب بعدين كيو 2 على A لوين بتودينا على كيو 2 كيو 2 على B لوين بتوديني بتوديني على كيو 2 كمان تمام فهذا الجدول بكافي الترانزيشن فانكشن هذا هذا الترانزيشن تيبل بنسميه وهذا بنسميه ايش الترانزيشن فانكشن دلتا اوكي هسه بقول لي هل اي بي بي اي مقبول في اللغه بتاعت الدي اف اي خلينا نجرب عشان يكون مقبول اوكي عشان يكون مقبول لازم كل احرف للسترنج هذا استهلكها ها الاي والبي والبي والاي وانتهي فاينل ستيت طلعوا كيف خلينا نمشي مع بعض هسه اول حرف عندي الاي دائما انا ببلش من ايش الستارت ستيت اول حرف اي بروح على كيو 0 كيو 0 مع A لوين بتوديني؟ بتوديني على ايش؟ كيو 0 اذا هسه الـ A راح وانا رحت وين؟ ها الـ A خلصت منه ورحت على كيو 0 هسه باجي بحكي انا بكيو 0 شو الحرف التالي نكست ايش؟ لتر B باجي بحكي كيو 0 مع الـ B لوين بتودينا؟ بتودينا لايش؟ لكيو 1 اذا الـ B هسه راح وانا بكيو 1 طيب انا بكيو 1 واجاني بعدين B باجي بحكي انا بكيو 1 واجاني B لوين بروح؟ على كيو 2
انا هسه وين؟ انا هسه بكيو 2، كيو 2 واجاني ايه؟ لوين بروح؟ على كيو 2. انا خلصت هسه كل الاحرف، خلصت كل الاحرف وشو صفيت؟ صفيت ايش؟ صفيت الفاينل ستيت، مش كيو 2 هي الفاينل ستيت، اذا مقبول. بقول لك يس، هذا بينتمي لللانجوج. لان ايش؟ لانه الكمبيوتيشن هالت انتهى في ستيت كيو 2، والكيو 2 ايش؟ فاينل ستيت. اذا انت استهلكت كل احرف السترنج وانتهيت الفاينل ستيت، اذا هذا السترنج مقبول. هسا بيجي بيسالني شغله ثانيه، بيقول لي هل الاي بي اي بي مش مقبوله؟ انا بقول لك من هسا مش مقبوله، بس خلينا نشوف ليش مش مقبوله. هسا بتبدا بكيو 0، كيو 0 مع اي وين وداك؟ على كيو 0. تمام؟ هسا كيو 0 مع بي وين وداك؟ على كيو 1. انا بكيو 1. هسا كيو 1 مع اي وين وداك؟ على كيو 0. انا هسا بدي ارجع لوين؟ لكيو 0. كيو 0 كيو 0 مع البي وين وداني؟ وداني على كيو 1، وكيو 1 مش فاينل ستيت. تمام؟ طلع since the computation halts in state ايش؟ كيو 1 which is not a final state، اذا هذا ايش؟ هذا rejected. هذا شو ماله؟ هذا rejected. عشان نفهمها خلينا نحاول نرسم الرسمه. هسا انا عندي start state، ايش اسمها؟ كيو 0. هاي start state. تمام؟ عندي حاله ثانيه ايش اسمها؟ كيو 1. عندنا حاله اخرى ثالثه اسمها كيو 2. هاي الكيو 2 شو مالها؟ فاينل ستيت. هاي اذا ايش؟ اشتغلت على سترينج وانتهيت فيها بكون اكسبتد. لاحظوا كيو 0 على الاي وين بتوديني؟ بتوديني على كيو 0. اذا على الاي بروح على كيو 0. هسا على البي وين بروح؟ على كيو 1. على البي بروح على كيو 1. انا من وين بقرا؟ من الترانزيشنز اللي هون او من اللي هون اللي بريحك. هسا كيو 1 على الاي بتوديني على كيو 0. اذا على الاي هسا بروح على ايش؟ على كيو 0. انا بكيو 1 مع الاي وين بروح؟ على كيو 0. تمام؟ كيو 1 على البي وين بتوديني؟ على كيو 2. انا بكيو 1 واجاني بي بروح على كيو 2 اكسبتنج ستيت. اوكي؟ هسا كيو 2 مع الاي، انا بكيو 2 اجاني اي دوران ذاتي. كيو 2 واجاني بي برضه بلف دوران ذاتي على كيو 2. اذا على الاي وعلى البي بلف على كيو 2. هذا الشكل اللي رسمته اسمه ستيت ماشين دايجرام. لو جيت اتبعت ايش؟ السترنج اللي فوق، بامكاني اعرف مباشر انه مقبول ولا غير مقبول. لو محينا هاي وهاي طبعا. هسا انا دائما ببدا من الانيشال ستيت. طلعوا اجاني ايه؟ انا بدي ابلش بهذا، انتبهوا معي. اجاني ايه؟ بلف على كيو 0. اجاني بي بسحب هيك مباشره بروح على كيو 1. اجاني اخرى بي بروح على كيو 2. اجاني ايه؟ بلف دوران ذاتي. خلصت السترينج، خلصت الكوميونيكيشن وانتهيت بالفاينل ستيت، هذا اكسبتد. لو بدي اجرب هسا اي بي اي بي، هسا على الاي بلف دوران ذاتي، على البي بروح على كيو 1، على الاي برجع على كيو 0، على البي بروح على كيو 1. انتهيت انا بكيو 1، خلص السترينج كامل، والكيو 1 مش فاينل ستيت، اذا هذا بيكون ريجكت. ان شاء الله تكونوا فهمتوها، انا بتصور انها بسيطه وسهله ان شاء الله. تمام؟ هسا في عندي شغله اسمها اكستندد ترانزيشن فانكشن. ايش اسمها؟ اكستندد ترانزيشن فانكشن. هاي بدي اشرح لك اياها. بقول لك الاكستندد ترانزيشن فانكشن وبادي في اف اي وذ ترانزيشن فانكشن ايش؟ دلتا is a function from ايش؟ a q cartesian product with sigma star implies h q. تمام؟ كل الخيارات الممكنه للايش؟ للستيتس، مع كل الكومبينيشن الممكن للسترينج بده ايش؟ يوديني على ستيت ثانيه. هذا معنى الاكستندد ترانزيشن فانكشن. لو رجعنا لورا شوي هون، لما شرحنا بالبدايه ايش هنا؟ لما شرحنا الترانزيشن فانكشن طلع لي على الكلام هذا، بقول لك الترانزيشن فانكشن ها شو معناها او شو اللي حيستاهل؟
بقول لك كل البوسيبل ستيت مع كل البوسيبل ايش؟ كل البوسيبل الفابيتك سيمبل. هذول اذا زوجناهم مع بعض كارتيزيان وبرودكت بدي انتقل لحالي. يعني كل ستيت مع كل ايش؟ رمز بوديني على ايش؟ بوديني على ايش؟ بوديني على ستيت جديده. لاحظوا انا قاعد كاتب لك هون بالترانزيشن فانكشن ايش؟ سيجما. طب الاكستندد ترانزيشن فانكشن شو كاتبين لك احنا؟ سيجما ستار. سيجما ستار يعني الستيتس هاي كارتيزيان برودكت مع اول بوسيبل سترينج بتوديني على ايش؟ على ستيت ثانيه. عشان تفهمها هاي ارجع لي على الشكل هذا يطول العمر. عشان اعطي مساحه وما اخربطك بدي امشي شويه. ركز لي على الشكل هذا. بفهمك ايش هي الاكسين ترانزيشن فانكشن. حناخذ امثله عليها لقدام بس خلينا نشرحها من هسه ونحكي عنها من هسه. الاكسين ترانزيشن فانكشن بكون عندك زي هيك دلتا بس بكون مكتوب لك فوقيها ايش؟ ستار. شو بكون مكتوب فوقيها؟ ستار الاستراك هاي. بيجي بقول لك من الكيو نود من الانيشال ستيت السترينج اللي هو ايش؟ اللي هو اي بي بي اي وين بوديني؟ اي بي بي اي لوين بودينا هذا؟ طبعا حيغلبنا شوي بكتابته بس مش مشكله. باجي بحكي انا اول شيء انا بكيو زيرو ايش اول سيمبل بالسترينج عندي؟ اي. الترانزيشن فانكشن بتحكي لي الكيو 0 مع الاي لوين بروح؟ نرجع نكتبها مره ثانيه. اكسند الترانزيشن فانكشن هسه الكيو 0 مع الاي ها كيو 0 مع الاي لف حوالين نفسه فانا ايش؟ بضلني في نفس الحاله ها باجي بكتب ايش هنا؟ كيو 0 تمام فاصله. شو راح عندي سمبل اي؟ ضل عندي بي بي ضل عندي بي وبي وايش؟ واي. اوكي هسا بي 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 اي كيو 0 مع البي لوين بتوديني؟ الكيو 0 مع البي بتوديني على كيو 1. اذا هسا الاكستند ترانزيشن فانكشن شو قاعد؟ قاعد بتوكل بالسترينج. اذا الاكستند ترانزيشن فانكشن راحت على كيو 1 وشو ظل من السترنج عندي؟ ظل عندي بي و اي. تمام؟ هسه مرة ثانية اكستند ترانزيشن فانكشن تمشي اكستند ترانزيشن فانكشن بظلها توكل بالسترنج. كيو واحد مع البي لوين وداني؟ وديني على ايش؟ على كيو اثنين. وشو ظل من السترنج؟ ظل من السترنج عندي ايش؟ البي. هسا الكيو اثنين مع البي لوين بتوديني؟ بتدور روان ذاتي على حالها. لاحظوا هسا بكتب سيجما او دلتا ستار. لاحظوا انا بعدي بكيو اثنين وشو صفى عندي من السترنج؟ ولا شيء، ولا شيء بنعبر عنه بالرمز ابسلون. اذا هذا السترنج اكسبتد. هذا السترنج شو ماله؟ اكسبتد زي ما انتم شايفين. تمام؟ هذا مبدا الاكستندد ترانزيشن فانكشن. الاكستندد ترانزيشن فانكشن اوكي؟ بتشتغل على سترنج. بينما ايش؟ الترانزيشن فانكشن العاديه بتشتغل على ايش؟ على كاركتر واحد. تمام؟ يعني هي ريبريزنتيشن سهل نشوف ايش كيف ايش السترنج قاعد بتاكل حتى يقبل او يرفض. اوكي بقول لك هسه السترنج في الايش؟ في الاكستند ترانزيشن فانكشن متى بكون مقبول؟ متى بكون مقبول؟ بقول لك ذا لانجوج اوف بي اف اي ام از ايش؟ ها دبليو تنتمي لسيجما ايش؟ ستار.
اذا الاستندد ترانزيشن فانكشن بديت فيها من الانيشال ستيت وانتهيت بايش؟ بالفاينل ستيت. يعني الناتج النهائي لها هاي اللي حطيت لك عليها دائره هسه، الناتج النهائي لها ايش حيكون؟ فاينل ستيت. تمام؟ فاينل ستيت. نتذكرها مع بعض. اشتغلنا هون، شو كان الناتج النهائي عندي هون؟ كيو 2 هنا بالستيت، كيو 2 الكيو 2 تنتمي الى فاينل، تنتمي الى فاينل. شو حطيت لك هون؟ ابسلون انه السترنج انتهى. اذا هاي بتكون ايش في الحاله هاي؟ مقبوله. طب بقول لك هاي بي اف اي اكسبت سترنج، اكسبت سترنج، اذا انتهينا بايش؟ انتهينا فاينل ستيت. تمام؟ اذا انتهينا ايش؟ انتهينا فاينل ستيت. Two possibility for the FAM running on W. هسه لما نشتغل على ايش؟ string. يا اما انه هالسترينج لما امره على ايش؟ على دي اف اي ام، يا اما بكون مقبول، يا اما ايش ماله؟ يا اما بكون ايش؟ مرفوض. اذا ام اكسب W او ام ريجكت W. متى ام اكسب W؟ if and only if the computation of M on W ends up halts in accepting configuration. ان انتهيت فاينل ستيت. تمام؟ بقول لك ايش؟ الفاينات اوتوميتا ترفض ايش؟ السترنج. متى؟ ام ريجكتس دبليو سترنج. اف ان اون اف ذا كومبيتيشن اوف ام اون دبليو اينز اب اور هات اون ريجكشن كونفجريشن. ايش ريجكشن كونفجريشن؟ ما بنتهي فاينل ستيت. ما بنتهي وين؟ ما بنتهي فاينل ستيت. ما بنتهي ايش؟ فاينل ستيت. في حالة أخرى configuration آخر إنه إيش؟ أنا أستخدم symbols out of إيش؟ out of the alphabet. out of the alphabetic symbol. نحكي عنها قدام إن شاء الله. بقول لك في عنا شغلة اسمها الستيت دايجرام. الستيت دايجرام اللي كنت أرسم لكم إياها هسا قبل ما تاخذوه. الستيت دايجرام لأي إيش؟ لأي دي اف اي ام بتكون من إيش؟ بتكون دي اف اي طبعا من الكيو والسيجما والدلتا سمول كيو نود والاف. بقول لك عباره عن ايش؟ عباره عن جراف ها ديفايند باي فولون كونديشن. ذا نودز اوف جي ار ذا اليمنتس اوف كيو. ذا نودز اوف جي ار ذا اليمنتس اوف كيو. بقول لك الستيتس اللي عندي بتمثل لي نودز بالايش؟ بالجراف. مش الكيو بتحتوي على الستيتس. كل ايش؟ كل ستيت عباره عن نود في الجراف. تمام. The label on the arc of GR element of ايش؟ of sigma. هذا حكينا عنه قبل شوي، تذكروا بالمثال هذا. طلعوا الستيتس كانت دوائر نودز. تمام. الايدجز هون عباره عن ترانزيشن. طب شو اللي عليه ترانزيشن هون؟ ايش؟ من الابجديه. هذا اللي حكى لنا اياه قبل شوي. اوكي. بقول لك كيو نود از ستارت نود دينوتد باي ايش؟ باي كيو نود. هاي شغله معروفه حكينا عنها ايش فيما سبق. الفاينل ايش؟ ستيت او ستيت نحط عليهم دبل ايش؟ دبل سيركل. اوكي. ذير از ان ارك فروم كيو اي تو كيو جي. متى بنحط ايش؟ ايش ارك من ستيت كيو اي لستيت كيو جي؟ ليبل اف ان اونلي ذير از ا ترانزيشن. تذكروا شو سوينا هون؟ ايش كان يعني ترانزيشن؟ ترانزيشن كيو 0 على الاي ايش؟ يساوي كيو 0. طلعوا ليش حطينا احنا من كيو 0 اجي هيك حطينا كيو 1، حطينا ار وحطينا ايش؟ بي. لانه في ترانزيشن كيو 0 مع بي بيودينا على كيو 1. الكيو 0 كيو 1 تو ستيت. البي ترانزيشن اذا وانا بكيو 0 اجاني بي بروح على ايش؟ على كيو 1. هذا معنى الكلام اللي حكيناه الان. تمام. For every node QI and symbol A belongs to sigma, there is exactly one arc labeled A leaving QI. بقول لك حسب الستيت دايجرام بنتتابع على شغله. ما فيش عندنا ايش؟ تكرار. وكمان بتترمس فاينات اوتوميتا رموز ما بنكررهم. بننتبه على الايش؟ الملحوظه هاي. لو بدنا نوضحها بالرسمه يعني تخيل هون كي 0 على الاي كيو 0 على الاي بتلف حوالين نفسها. او خلينا على هاي كيو 0 مع البي بتوديني على كيو 1. ما ترجع ترسم لي اخرى ارك زي هيك. كيو 0 على البي بتوديني على ايش؟ على كيو 1. ما بصيرش تكرار. هذا غلط. هذا تكرار ايش ماله؟ هذا خطا.
ما بصير ينكفل. Deterministic finite automata. All outgoing edges are labeled with an input character. Okay. No state has epsilon transition. Transition in input is epsilon. No two edges leaving a given state have the same label. تمام؟ انتبه على النقطة هاي. For each state S input symbol A, there is at most one edge label A leaving S. Therefore, the next state can be determined uniquely. طلعوا يا شباب. عشان افهمكم الحكي هذا والابسلون والسوالف هاي. افرض عندك حالة اسمها Q0. وعندك حالة ثانية اسمها Q1. افرض انه سيجما هيك على جنب، سيجما تعيتها ايش بتساوي؟ A و B. طبعا افرض انه على Q0 من Q0 على A بروح على Q1 تمام؟ ها؟ وعلى ال B ها؟ بروح على Q1 كمان. تيجي ايش؟ تقول لي كمان بحط ايش؟ ترانزيشن اخر هيك والله. ها على ايه؟ كروش ما بصيرش، التكرار هذا لا يجوز زي ما حكينا قبل شوي. كمان شغله ثانيه، ما تجيش تكتب لي ابسلون ترانزيشن. شو الابسلون ترانزيشن؟ هسه بفهمكم اياه. هسه كيو 0 على رمز ابسلون بروعه كيو 1 يعني بدون استهلاك اي سترينج بحركه سحريه ماجيكال بنتقل انا من كيو 0 لايش؟ لكيو 1. عادة او مش عادة، الصح في دي اف اي انه اذا شفت كاركتر تنتقل من ايش؟ من ستيت الى ستيت. اما بدون كاركتر ما تقرا الكاركتر تروح على كيو 1؟ لا. هون الابسلون ترانزيشن، اوكي الابسلون ترانزيشن معناها اني ايش؟ انا بدون ايش؟ ما اقرا اي كاركتر بنتقل لستيت بانتقال سحري. هذا بناخذه لقدام ان شاء الله. اوكي؟ هسه بنبدا بالمسائل اللي بتهمني واللي بدي اركز عليها ان شاء الله. مطلوب انك ترسم لي ستيت ماشين دياجرام للتالي. اوكي؟ خلينا نستخدم البوينتر اوبشن. string over AB with at least 3 A's. ارسم لي ستيت ماشين دياجرام وطلع لي دي اف اي فيما بعد لايش؟ لا الفكره هاي انه الدي اف اي تقبل ايش؟ تقبل الكلمات اللي ايش؟ اللي فيها على الاقل 3 اي، على الاقل 3 اي. هوب ها هي الحل تاعها. طب انا شو استفدت انه الحل موجود عندي؟ وين الفكر تاعي؟ طلعوا شو بدي اوريكم هسه. سلايد 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 لحد ما نوصل 28، هاي كلها فيها مسائل بتعلمني كيف ارسم دي اف اي او ارسم ستيت ماشين دايجرام لدي اف اي بناء على ايش؟ وصف معين. هذا اللي بدنا نبلش نتعلم منه هسه. طلعوا هاي رسم موجود قدامي بس انا بدي ارسم لكم اياها من الصفر. string over a b with at least 3 a's. انا هسه متى السترينج بكون مقبوله عندي؟ برسم الباث الصحيح. باجي بحكي ايش؟ انا بستيت معينه. اذا بدي اقبل سترينج معين لازم يجيني ايش؟ A. بعدين شو يجيني بعدها؟ يجيني بعديها اخرى A. واقول لي السترينج المقبول على الاقل ايش فيه؟ على الاقل 3 A. طبعا مش شرط بعدها بس العدد لازم يكون 3 هسه بفهمكم اياها. ولازم يجديني ايش كمان اخرى ايه. تمام طلعوا انا اللي هسه رسمته قلت انا ايش؟ قلت string over a b with at least 3 a's. قال لي بدي بالقليل اي كلمه مقبوله بهالدي اف اي يكون فيها 3 a. ايش فيها؟ 3 a. ما قال لي ورا بعض. طب انا شو اللي رسمته؟ طلع قلت لك انا ببدا من حاله اسمها ايه؟ initial state. إذا أجاني A وبعديها A وبعديها A بكون مقبول. طيب قبل الـ A هاي قبل الـ A الأولانية بهمك شو بيجي؟
ايش ما يجي ما بهمني. طلع بدك اكتب A او مش A بدك اكتب لك B، اي عدد من البيز بيجيني مش فارقه معي. طب بعد الA هاي اي عدد من البيز مش فارق معي. بعد الA الثانية نفس الاشي، اي عدد من البيز مش فارق معي. هسا بقول لكم ليش ما حطيتش A. هسا بعد الA الثالثة بكون اللي بدي اياه تحقق انه عندي ثلاث A، بعدها اي عدد من الA والB بيجيك مش فارقة معي. طلعوا ايش بدي احط هون، A فاصلة B، وحاط هون سيجما نفس الاشي، انا حطيت A فاصلة B، ما هي الA فاصلة B ايش هي؟ هي السيجما. تمام. فشو اللي صار هسا؟ شو اللي صار؟ اللي صار كالتالي، انه انا حققت اللي بدي اياه، انه عندي 3 A's بالقليله في الكلمه، ما بهمنيش ايش قبل كل A وبعدها من البيز. اوكي، وبعد ما اتمم عدد الA's حط لي A وB قد ما بدي، قد ما ايش؟ قد ما بدك. انا رسمت السكسسفول باترن هون يا شباب، رسمت ايش؟ السكسسفول ايش؟ باترن. هسه هي حالات بامكاننا نسميها Q0 Q1 Q2 وQ3. هذا شو الحلو فيها؟ هاي بتكسبك افكار. شو بتكسبك؟ بتكسبك افكار. طبعا هاي الحاله الاخيره هاي شو مالها؟ هاي فاينل ستيت، اذا وصلت لها بكون السترينج تاعك مقبول. السترينج تاعك ايش ماله؟ بكون مقبول. تمام، اللي رسمناه سكسسفول باترن في الحاله هاي. هاي المساله بتطور افكار لك، بامكانك تتعامل مع الدي اف اي من خلال هالافكار لقدام وفي مسائل الامتحان. بقول لك string over b with length ايش؟ mod 3 equal 0. شو length mod 3 equal 0؟ شو قصته هذا؟ بقول لك طلع string over b with length mod 3 equal 0. شو المقصود هذا with length mod 3 equal 0؟ يعني السترينج من مضاعفات الثلاثه. string شو ماله؟ من مضاعفات ايش؟ الثلاثه. طلع هسا باجي بحكي ايش انا بدي بالقليل ايش؟ يكون الكلمه عندي ثلاث ايش؟ ثلاث احرف. طبعا الصفر برضه ايش؟ نقدر نعتبره اكسبتنس ستيت. باجي بحكي هسه طلع باجي بحكي هو بده بالقليل ايش؟ بده بالقليل ثلاثه صح؟ لو بدينا من ستيت هون هاي الانيشال ستيت بده يجي عندي هسه اي كاركتر ممكن، هاي عدده واحد، بعدين يجي عندي ايش؟ اخرى كاركتر صح؟ بحط سيجما يعني على اساس انه A or B. تمام؟ لحد هسه 1 2 صرت عاد ايش انا؟ صرت عاد 2. اوكي صرنا لحد الان عادين 2. اذا اجاني ايش؟ اخرى كاركتر ثالث، اذا اجاني اخرى كاركتر ثالث بكون مقبول. فبرجع على هاي وبحكي ايش؟ انه مقبول. وهاي الستيت بحطها اكسبتن ايش؟ ستيت. طلعوا with length mod 3 equal A 0. هسا 0 mod 3 شو قيمتها؟ 0. 3 mod 3 0. 6 mod 3 0. 9 mod 3 0. تمام؟ فانا طلعوا هيك اجاني A او B هي 1، اجاني A او B 2. تمام؟ اجاني اخرى كاركتر برجع اكسبتن ستيت. بعض الطلاب كيف بيغلطوا فيها؟ طلعوا فيها. هاي اريس اول بيجي بقول لك انا ببدا بانيشال ستيت، اجاني اي كاركتر من سيجما هاي عديت 1، اجاني اي كاركتر ثاني هاي عديت 2، اجاني اي كاركتر اخر هاي عديت 3. بقول لك هاي الفاينل ستيت. تمام، هاي فاينل ستيت. شو الخطا اللي بيكون موقع فيه الشخص؟ خلينا ايش نعطيهم ايش اسامي حالات. اسامي الحالات هاي المره انا بعطيهم 0 و1 و2 و3. بامكانك تسمي الحالات مش Q0 Q1 Q2 اي اسم بدك اياه، ان شاء الله لو ارقام. طيب هسه طلعوا 1 2 3 ضمننا ايش؟ طوله ايش؟ طوله 3. بس شو المشكله؟ هسه 0 مود 3 مش يساوي 0، هاي ما غطيناها الحالة. هاي ما غطيناها ايش؟ الحالة. تمام؟ ما غطيناها الحالة. بعض الناس عشان يساوي ديلينج ايش مع الحالة هاي، كم هم نسبة؟ بقول لك برضه هاي ايش؟ فاينل ستيت.
برضو هاي ايش ما انها فاينل ستيت. فبقول لك بالطريقة هاي ايش ايوه مقبول عندي تمام. طلعوا بايش وقعت انت غلط. طلع احنا بدنا ايش مضاعفات الثلاثة، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة. طب اذا كان ستة، اذا كان ستة يعني لو كان ايش ست ايه ست ايز هاي واحد اثنين ثلاثة ايه وقفت. طب شو بدي اضمن انه ايش انه عندي ست حالات، انه عندي ست كاركتر، افرض انهم تسعة. عشان هيك رسمت الرسمة هاي، بعد كاركتر هاي الكاركتر ايش الاول، هاي الكاركتر الثاني، لما لف على هاي صار كاركتر ثالث، هاي اكسبتنس ستيت. مرة ثانية بامكانك تعد اخرى ثلاثة وتلف، وتعد اخرى ثلاثة وتلف، وتعد اخرى ثلاثة وتلف. اذا وقفت بحالة واحدة او حالة اثنين ما بكونش مقبول. عرفنا ليش الحل هذا غلط يا شباب؟ مش يجي كل واحد ذكى ها هاي بعتبرها ايش؟ بعتبرها فاينل ستيت وهاي فاينل ستيت. ما بصيرش. كيف بدك تساوي مضاعفات الثلاثة؟ تمام؟ طب string over a b without three consecutive a's. طلع without three consecutive a's هي حلها كالتالي. حسب نرسم الباترن الخطير اللي عندي، باجي بحكي انا بديت initially بديت بحالة معينة اللي هي start state. شو الباترن الخطير عندي اللي بديش اياه؟ بديش يجي عندي ايش؟ A. هاي الA بتقربني للستيت تاعت الخطر، وبعديها ايش يجي عندي؟ بعديها يجي عندي اخرى A، هاي قربتني للخطر، اخرى واحدة وبنقع بالخطر على المضبوط، ها، هاي اخرى A، هاي بتوقعني بشغلة اسمها التراب ستيت، ايش اسمها؟ هاي تراب ستيت، ها، بنسميها حتى T. هسا ايش ما جبت من كاركترز ما بتعوض عن اخطاء، خلص غير مقبوله. ليش؟ لانه اجاني 3 ايز. طب هو واحد بيجي بيقول لك بيجي بيقول لك هو قال لك 3 كونسكتيف اي، ما قال لك اياهم بالبدايه، ما قال لك انه شرط يكونوا بالبدايه. تمام؟ طلعت ايه؟ هسا اذا اجاني ايش؟ اذا اجاني هون اي عدد من البيز ما عندي اي مشكله. اي عدد من البيز ما عندي مشكله. طب اجى ايه بلشت مرحله الخطر. طب اجى بي نرجع ايش للحاله هاي، انا برا مرحله الخطر، واي سترينج في الحاله هاي بكون مقبول فحطيتها فاينل ستيت. طب افرض اجاك ايش باي مرحله من المراحل، اجاك ايه بعدين ايش اجاك ايه، انت مرحله الخطر ها تمام اوكي. طيب افرض اجاك بي لوين بترجع؟ ترجع لوين؟ ها للبدايه. نرجع لوين؟ للبداية. أجاني أخرى بي نرجع وين؟ للبداية. طب هنا على النقطة المهمة هاي، ها هاي نقطة مهمة. طب أنا بالستيت هاي الثانية، هاي أنا بالستيت الثانية، لو يجيني إيش ما يجيني إيش بي شو بساوي هون؟ أجاني إيش ما أجاني بي ما تساوي ريبيتيشن، تذكروا هون ما بنساوي ريبيتيشن، هاي فيها بي ما بصير نساوي إيش أخرى بي. تمام؟ ذكرتوا مسألة الريبيتيشن اللي حكينا عنها اوريدي، غطيت هالفكرة ايش هون اوكي. لاحظوا هون دوران حول البي موجود غطيناه، رجع البي روح على الاي، وهون البي غطيناها، كل شيء تمام هاي هي الفكرة. هذا هو ايش؟ هذا هو السيكونس بالوادي اللي خطر. لاحظوا اي بعدين اي بعدين اي، خلص التراب دخلت فيها مستحيل تطلع، مش مقبول للسترنج. هذا بسموه التراب ستيت. ايش بسموه هذا التراب ستيت؟ ها سموه هذا التراب. يعني ايش الستيت الفخ؟ اذا دخلت فيها خلاص تراب ستيت. شو اسمها تراب ستيت؟ ها هاي طولنا بكتابتها وان شاء الله نستفيد منها. تراب ستيت. Draw a state diagram for the FAM that accepts set of string over B that contain the substring BB. ايش اللي بدي اياه انا BB؟ بطلع نفس الفكرة اللي حكيناها قبل شوية. ها. نرسم الـ initial state. بدي contain the substring BB. بدي الـ BB تكون موجودة، يعني ملزقات ببعض، BB قال لك صح؟ فهون أنا ببلش هون. البتن الصح اللي بوديني إنه يجيني ايش؟ B. بعدين ايش يجيني؟ بي. ساعتها بتكون الكلمه مقبوله. هي انا فاينل ستيت. ايش ما اجاني هون بعديها؟ ها بدي احط لك سيجما. ايش ما اجاني مقبول. طيب
طب لو هون بالبداية أنت بلشت بإيه؟ ما عندك مشكلة، ظلك لفت حوالين حالك. ها؟ متى أنت بتقرب على سكسس البتن؟ لما تعدل لك أول بي وثاني بي، خلص. ما دام تتابعوا مع بعض انتهت القصة. طب افرض أجاك ثلاثة A، ها A A A، بعدين أجاك B، هيك مشيت بالصح. طب وأنت هون أجاك A، لوين بترجع؟ ترجع لإيش؟ ترجع لإيش؟ لحالة البداية، الانيشال ستيت. تمام؟ تمام. هسا اللي بعديها، ها؟ بقول لك هاي بتمثل the set of string over AB that do not contain the string AA. That do not contain ايش؟ the string ايش؟ AA. طلعوا نفس هذه التراب ستيت. هي بديت بالحاله هاي. ها؟ A. A بوديني على ايش؟ على التراب ستيت. طب قبل الـ A ايش ما يجيك من البيز ما بأثر عليك، بس أول A بديت بحالة الخطر. أجاك B بترجع لحالة ايش؟ الصحة. أنت بالسليم. أجاك أخرى A بتدخل بتراب ستيت. إيش مهزاك من A B's ما بتكثر هون. تمام؟ ما بديش consecutive two A's. ما بديش consecutive A's.